يسعدنا ويشرفنا في هذا اليوم المبارك أن نناقش موضوع مهم وحيوي، ألا وهو الإعاشة مسبقة التجهيز بنوعيها المجمدة والمعقمة. انطلاقاً من الأدوار المنوطة بالمجلس التنسيقي لشركات مؤسسات خدمة حجر الداخل المنصوص عليها في اللائحة المعتمدة، عقد المجلس التنسيقي هذه الورشة مشاركة منه في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشاركة منه في تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجه مقدمي الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. يذكر قطاع حجاج الداخل أنه قطاع سباق في المبادرات التطويرية، لديه شعور تام بالمسؤولية، متميز في تقديم خدمات ذات جودة عالية، أنموذج لصناعة الضيافة. أسمح لي في البداية أن أبدأ حديثي اليوم بالشكر والتقدير للمجلس التنسيقي على الإعداد والتجهيز لهذه الورشة. وزارة الحج والعمرة منذ ظهور رؤية المملكة 2030 كانت أحد مبادراتها السباقة هي كيفية تقديم هذه المبادرة لضيوف الرحمة. وإذا تحدثت عن الوجبات مسبقة التجهيز فأنت تتحدث عن الأمن الغذائي، تتحدث عن الصحة العامة للحجاج، تتحدث حتى عن وجبات الإسناد والطوارئ. هذه السنة نستهدف 45% من شركات أو من أعداد الحجاج بشكل عام، راح نكون جاهزين إلكترونيا من خلال المسار. أتوقع يعني من شهر رمضان إن شاء الله بإذن الله حنكون جاهزين لاستقبال طلبات التعاقد بإذن الله. ونؤكد لكم بالشركة السعودية للكهرباء داعمين لهذا المشروع الوطني، ونسعد ونفخر أن نكون عضو فعال في خدمة حجاج بيت الله الحرام. أنا بس أشكر المجلس وأشكر الشركات، يعني كل شركة، لأنه فعلا الحمد لله القطاع يعني مستوى رضا الحجاج دائما في المزليات. إحنا شركاء مع بعض ونؤكد على هذه الشراكة. نجاحكم ترى هو نجاح لوزارة الحج والعمرة، ونجاح وزارة الحج والعمرة هو نجاح لكم. قلبا وقالبا نحن مع التطوير، نحن مع صناعة تقدم لحجاج بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.